إحدى المحاولات لإحياء وما زالت مستمرة بإذن الله، ولا مناص عنها، يعني لا مناص من التخلص من هذه الأنظمة العفنة الفاسدة. ربما هذه الثورات يعني في سنة نهاية 2010 وبداية 2011 كانت قمة الصحوة للضمير العربي. نعم. الآن نجد يعني برود شديد لكل ما يحدث، نشهد حتى هنا ما يحدث في بنغازي، ما يحدث في ما يحدث لدرنا من قصف، ايضا الحصار على غزة، سوريا واحداثها، بورما وبورما واليمن. نعم. ما الذي جرى؟ انا يعني الكثير لا يفهمون، يعني نعم. الكثيرون حائرون. نعم. هو قضية لديك إجابة؟ هي قضية ليست لدي إجابة، لكنني اضع اصبعي على قضية الإعلام والتربية والهزائم والإحباطات وإقناع المواطن العربي، إقناع المواطن العربي أن يعيش ليأكل، يعيش ليأكل، لا يأكل ليعيش، العكس، يعيش كل حياته أن يوفر أساسيات هذه الحياة. ولكن نلوم من السيد الكريم ضيفك لام العلماء، وأثني العلماء مش مقصرين، ولكن يا أخي الكريم لابد من اعتبار هذه المرحلة مرحلة نضال. يعني نجد علماء ما شاء الله كرام شرفاء، لكنهم يداعمون الأنظمة على سبيل المثال، أو صامتون، يعني حتى يعني العلماء، الإعلام، المثقفين، النخب، المساجد. يا أخي نريد توعية جديدة بما نمر به، نريد توعية جديدة بما يمر به العالم. ولكن حتى العلماء، حتى هل العلماء تسمع لهم شعوبهم أصلا؟ يعني هل يسمع لهم الحكام؟ يعني العلماء ربما الخطاب. نعم. الخطاب الإسلامي سيدي الكريم خطاب متعالي على غير قصد، خطاب متعالي عن رجل الشارع البسيط، متعالي، عالي عالي جدا. الخطاب مصطلحات، المفاهيم التي يستخدمها العلماء الأفاضل الكرام المجاهدين المناضلين، خطاب عالي غير قصدينا طبعا. لابد من النزول إلى عقلية رجل الشارع، نفس الخطاب الإسلامي لكن بما يفهمه الإنسان البسيط. هنا سيكون للعالم تأثير. أما العالم عندما يتحدث بمصطلحات علمية، مصطلحات أكاديمية، مصطلحات فوق مستوى فهم الرجل البسيط، الإنسان البسيط، سيكون هناك فجوة كبيرة بين العلماء والشعوب. طيب بين العلماء